بس لحظة مميزة إنك الفريق كامل كان كان الكل يحس بالتعب، وكان كل الحس إن الكل التعب اللي مر فيها يعني قدرنا نحقق إنجاز منه. طبعاً إنتوا أكيد وإنتوا بتشوفوا الفيديوهات هذه أساساً إنتوا بتحسوا بفخر، فكانت فعلياً مسؤولية ما طاحت مني هذه المسؤولية إلا لما شفت باقي الطلاب من حول العالم يلفون على مشاريعنا وكانوا ينبهرون. كانوا مجال الأبحاث العلمية خلاني أشتغل على أشياء شغوف فيها، وإني هذه الأشياء اللي قاعد أشتغل عليها أعرف إني قاعد أسهم للمجال العلمي. لما تروح تمثل في برامج الموهبة والمسابقات المدرسة تكون فخورة فيك، فهي تكون مستعدة أنها تقدم لك خدمة فوق اللي تقدمها للطلاب العاديين. الطفل اللي ذكي جداً وعنده موهبة بس أنه متعلق في الأجهزة الإلكترونية بشكل مو طبيعي. بعدين بدل ما تسحبي مثلاً ساعة كاملة، خلي الآيباد يكون مثلاً أستخدمه نص ساعة. مرة دخلت في الهندسة، مرة دخلت في الحاسب، مرة دخلت في الفضاء، لما لقيت إيش الشيء اللي أنا فعلاً مهتمة فيه لاحظت إن عندي اهتمام بشيء محدد، وهالشيء قاعد عندي الشغف إني أتعلم عنه أكثر وأكثر.